السلام عليكم، هلا فيكم في فيديو جديد. اليوم راح اتكلم معاكم عن السوفت وير 2.1.2. طبعا ابل نزلت بشكل مريب بسرعه، نزلت بيتا. اول شيء بيتا واحد، اول مره ابل تسوي كذا. سوت اللي راحت تنزل بيتا 1، بعدين بيتا 2 3، احيانا 4، بعدين تنزل العامه. لكن المره دي ابل بيتا 1 نزلت بسرعه للعامه، وكان الاصلاحات اللي تنزل في جميع دول العالم كان ومتحدث في جميع دول العالم يجيك هذا الاصلاحين بس. لكن اتضح ان ابل عندها مشاكل في الصين بينها وبين شركة كوالكوم، ومهددة ابل انها تمنع اجهزتها في الصين. طبعا اللي ما يعرف، شركة كوالكوم هي شركة امريكية برضو، المعروف عنها انها تصنع معالجات الاندرويد. تقريبا تصنع 90% او اكثر من 90% من معالجات الاندرويد، اللي هم معالجات سناب دراجون اسمهم. تقريبا كل اجهزة الاندرويد يستخدمون المعالج هذا الا شورى سامسونج وهواوي. سامسونج تستخدم الاكسينوس حقها معالجها، وهواوي تستخدم كيرن. طبعا سامسونج تستخدم الاكسينوس بس في الشرق الاوسط تقريبا، لان حتى اجهزه سامسونج تيجي في امريكا هنا تستخدم سناب دراجون، لان في بعض الانتهاكات في معالج سامسونج، فسامسونج ما تبي تخش مشاكل ومحاكم فتستخدم سناب دراجون في امريكا. فنرجع معاكم الحين بعد التحديث اللي نزل في جميع دول العالم هذا الميزتين، لكن اتضح انه في الصين هذا اذا بتحدث جوالك في الصين يجي لك هذه الميزات. طبعا هذا المشكلتين اللي عندنا من نفس اللي تجي عندنا، لكن هذا المشكلتين الثانيين هذا اللي تجي في الصين بس في الصين، انه هو تعدلت الانيميشن، او راح اوريكم اياه في الفورس كلوز، وبرضه الابديت شير شيت فور سيتنج كونتاكت اند وول بيبر ايمج. طبعا ما شفت فيديو للتغيير هذا، لكن شفت فيديو هذا التغيير لو نشوفه الحين. طبعا هذا التغيير راح يكون بس في الصين، لو جودك في الصين بتسكر برامج، راح تسكر معك كذا لما تشوفون كيف يصغر الحركة القديمة، انك تسكر برنامج كذا تسحبها تسكر لفوق. اما في الصين الحين صارت كذا مثل ما تشوفون هنا كيف يتسكر، وهنا في الصين كيف. طبعا هذه يعتبر يعني براءة اختراع عند تقريبا يمكن سناب دراجون وابل ما اخذتها، فابل الحين تقريبا حلت المشكلة يوم نزلت هذه، يعتبر حلت المشكلة. لكن سناب دراجون اعلنت امس انه لا، باقي والقضية مرتفعة، لان في بعض الميزات برضو ابل ما شالتها. فأبل تلاحقت اليوم نزلت بيتا جديد مثل ما تشوفون هنا، بيتا على iOS 12.1.3 بيتا 2. طبعا ما نزلت بيتا 1، هي كانت ماخذة هذا هو 12.1.2 كان بيتا 1، ونزلت للعام على طول حق ما توقف أجهزتها في الصين. والحين نزلت 12.1.3 سميتها بيتا 2. الأصل كان يصير بيتا 1 لأن غيرت الرقم، بس ما أدري إيش فيها أبل الحين في التخبط والسرعة اللي تبي تسويها. فراح انزل معاكم السوفت وير هذا وبشوف التغييرات اللي بتكون فيه. طيب ممكن التغييرات راح تكون بس في الصين، لكن راح اشوف هل في تغييرات في نفس السوفت وير او لا. راح اسوي له فيديو مفصل ونشوف التغييرات اللي موجوده فيه. ان شاء الله تكون في تغييرات في العامه، واتوقع راح تكون بس في الصين. راح نشوف معاكم، فانتظروني في الفيديو الجاي راح نتكلم عن الميزات او التغييرات في الاي او اس 12.1.3 بيتا 2. وفي نهايه الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناه ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع، والسلام عليكم.